السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن كيفية التخلص عن فراشة العسل والحشرات الأخرى مثل السوس والدود والمخلفات الناتجة منهم، وهي عبارة عن بكتيريا ضارة للإنسان لأن الأكل بيكون غير صحي، وده بنعرفه من تغيير مذاق الأكل ورائحته. وطبعا لأن الوقاية خير من العلاج، فهقول لكم على نصايح تقضي على الأفات دي قبل التكاثر في البقوليات والدقيق والأرز والبهارات. ولكن قبل البدء، كان في فيديو سابق بالدليل عن سبب وجود الفراشات في المنزل، هسيبه لكم في صندوق الوصف. بالنسبة للبقوليات، وضعها في أكياس قماش خفيفة أو خيش لتمرير الهواء إلى الداخل لتلطيف درجة الحرارة، أو وضعها في التلاجة لو أمكن. ثم إضافة مكون من الثلاث مكونات اللي هقول لكم عليها: 1 ورق الغار أو ورق اللورة على حسب مسمى لكل دولة، 2 كرون الشطة الحارة، 3 حبيبات الفلفل الأسود. أما بالنسبة للأرز، مع إضافة هذه المكونات ممكن إضافة الملح له، وهذه حيلة قديمة انتشرت في دول العالم عن الفراعنة. يستخدمهم هذه الحيلة في المحافظة على المأكولات والمومياوات من الرطوبة والعفن والحشرات وأي آفات أخرى. ويمكن أيضا سلق هذه البقوليات ووضعها في الديفريزر. بالنسبة للبهارات، نحفظها تلاجة لأنها أيضا تفسد من درجة الحرارة المرتفعة بالصيف. وقبل كل هذه الحيل، يجب نظافة المكان بالخل للقضاء على أي آفات أو بيض ليها، وتهوية المكان وتعرضه لأشعة الشمس. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. أرجو لايك للفيديو والاشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يا أجمل المشاهدين، كان معكم سعيد الشيخ من قناة اهتماماتي. شكرا وإلى اللقاء.